بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال برنامج كان وبرنامج كيني أن وما قدرني فريمها قرآنك سيد الله سعطه الله سبحانه وتعالى قرآنك وحاء أسوى دري دتك إن النقضة مدها نونية جدك توصلنا كهلا فريمها قرآنك وحاء سوى جران فريما الله سبحانه وتعالى الدومديس هو الرما يحق وكل يهي كوا هو الرما يحق إسكل يهين كوا هو الرما يجا نسد وذا حق يا الله سبحانه وتعالى كل يهين فرينتا ما أنت عن شيء جين وحيت هاي بوجادين هم بليء بشارين الله سبحانه وتعالى الدومديس هو بشارين هاي فرينتا وحيل هذا هاي في سورة الزمر الله وحيل سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين أيضا الله سبحانه وتعالى يفرنت وكل هذا ليا ضدك الدومدي ساء الدنبية بضن قلي الله وحو نبيك أمريا إن الضمادة سلوه بشاري إله وحليه سبحانه وتعالى قل وحاتر هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم يا وحكوتر هذا الضمادة إذا الضمادة سوكوحد قد بنفتو هذا بالذنوب والمعاصي ذنبي هذا واوين أي قرين يا ذنوب أي قرين نصدو وحد قد بحكوتر هذا لا تقنضوا من رحمة الله ورنحريست الله كقو السنين نحريست على سبحانه وتعالى أد أي أبلارنته نبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح كويري نحريست إلهي أو أبوري وحيئه بقول سيال إساقاشاً أكتي سأيت الله مت كم إذا أيا نولك اللو سودجيه مداس أيا حيوانا ذا أدركتن إسوغون حريسانا يان إيادتك أو فرس كمرك عنقي سؤوه الزو لكتي سأقر أقاضي نحريست على سبحانه وتعالى أكتي ستال يان لقا قوسن ومحايا لي الله سبحانه وتعالى أدو مديس وغن حريس بدني هاي نفس الدودة الله سبحانه وتعالى وحليه لا تقنضوا من رحمة الله محايا لي نحريس الله ألقى قوسته يذا قال لي ما ومن يقنض من رحمة ربه إلا الضالون إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وحن حريس ألقى قوسته أوكيريا كو قال ضعه marka naxariistaasi in aan laga qoosanin oo qofka naxariista alle marnaba uusan ka niyad jabin waxyaalaha shaytaanka oo dadka kaga faa'iideysto waxa ka mid ah in uu yiraahdo dambigaas gashay ilaahay kuma ba dhaafay adoo kale dambi dhaaf ma ba leh sida darteed waxa sameysa warniyo holafaha gala baxso dambiga iska sii wad dadka qaar xukumaha ma aha nar galaas team boy macna hadaa nar galeeso toos u gal sax ma aha إلهي سبحانه وتعالى وحونا بريا ذنبك أنجلنا سكستو وين يهي إن الله وكسي وين يهي وغفور يهي ذنب دافكاس الله سبحانه وتعالى إن لقى قوسا لا تقنضوا من رحمة الله محايا لإن الله يغفر الذنوب جميعا ذنوب تؤر من أي إلهي دافع سبحانه وتعالى إنه هو الغفور الرحيم الله الله الرحيم ذنوب تنافوين سادت سيد مركة إلهي وحنوات المامية جدك أن كوغارين ونحريس تاس ألا إيو إلهي سبحانه وتعالى غفران كيس إذن بدافكيس أيو نوات المامية
wuxuu leeyahay wa aniibuu ilaa rabbikum, rabbigiin u noqda oo toobad keena, ilaahay ku sabeen xira, wa aslimuu lah, isaga u hoggaansama oo isu dhiiba, min qabli an ya'tiyakum alcadaab, cadaabka inta uusan idin iman oo kadibna aan muxuu ahay cid idin gargaarta eedan arag. Uma laa tunsaruun, tan koobaad waa inaad ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keentaan oo isaga ay isu dhiibtaan. Haddaad toobad keento oo ilaahay ay isu dhiibto, dembi dhaafka alle iyo naxariistiisa ayaad ku helaysaa dariiqaas. Waxaa la mid ah oo sidaas oo kale aad dembi dhaaf iyo naxariis alle aad ku helaysaa inaad raacdo manhajka iyo dastuurka ilaah kuu soo dejiyey, wattabicuu axsana maa unzila ilaykum min rabbikum, wuxuu ilaah idiin soo dejiyey kan ugu wanaagsan oo kitaabka ah raaca, min qabli an ya'tiyakum alcadaabu baqtatan wa antum laa tashcuruun. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in uu dunuubta aan galnin naga cafiyo, naxariistiisana allah subxaana wa tacaala uu nasiyo unoo naxariisto, sidoo kale allah subxaana wa tacaala inuu nagu hago manhajka iyo dastuurka uu adduunyada usoo dejiyey in ummaddiisa lagu helo. Kelimadeenna ku saabsanayd dadka dunuubta badan galay yaysan alla ka quusanin, halkaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Hada wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.